فكري كان بيدرس الأخلاق في أمريكا. هناك تعرف على ياسمين، أحبوا بعض جدا. تعمل إيه؟ أنا بعمل فيلم. فيلم إيه؟ فيلم عن دماغ. بس على قد ما كانوا منسجمين كانوا فعلا مجانين. عملت إيه مع عبد الرحمن إمبارح؟ كنت رايح له بورق فيلم وإداني ورق لفيلم تاني. فيلم إيه؟ فيلم وثائقي عن قصر البارون. أعرف فتحة بعيدة عن بوابة القصر ب 120 متر. واحنا هنبقى داخلين من ظهر القصر مسترسبين لحد ما نوصل لاوضه ورا. صورنا الماتيريال بتاعنا وكتبنا. اقف عندك انت اهو. ايه اللي مكتوب على الحيطه ده؟ ايه اللي خلى بنت البارون تقع من البلكونه؟ بلاش بلاش نكفي في سيرته. سيرت مين يعني؟ انا مش عايز احكي لك ايه اللي حصل لي فوق. اكيدكم الستات. كده يا سامر ده حرام. ده بجد؟ كده اثبت. نخلص اللي ورانا، مش ناقصين. اطفي الكاميرا.